أنا من خلطيه بث مرات، يعني بنان لو يعطيني واحد ريال وما ليا من خاطري نعطيه لوالديها، إذا ما عطانيش من خاطرو. سلام عام خدمت الديور عند من السلام عليكم مشاهدي قناه شوف تيفي مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من مدينه الدار البيضاء اكيد كلكم كتعقلوا على نوال نوال أه واحد الشخصيه اللي كانت دارت البوز في واحد الوقت كيف ما كنقولوا أه كان درت واحد الفيديو سنين هذه شي 8 سنين دابا انا ولا 9 سنين من من 2016 كانت كدوي فيه انا باغا نصيب غي سناني انا باغا ندير انا باغا ندير نوال ضحكات بزاف ديال المغاربه لا داخل ارض الوطن ولا خارج ارض الوطن وتعاطفوا معها بزاف ديال المغاربه لا داخل ارض الوطن ولا خارج ارض الوطن وشكرا لاي مغربي يقدر انه يدخل الفرحه والبسمه على قلب هالطفله نوال حيت انا نوال كنشوفها طفله نوال واحد الطفله بريئه أه، طاهره قلب زوين أه ما باغا والو من هاد الدنيا باغا غير تعيش مستوره ولكن للاسف الشديد انا نوال فاش تلاقيت بها مؤخرا كانت طلبتني قالت لي عندي اختي فاطمه الزهراء وما مشيتش عندها وتلاقينا في واحد الحفل كان دار الفنانه المغربيه أه راه كنا تلاقينا بها صافي ولكن واحد النهار تلاقيت ب توكر المشهور مروان بونيتو وكان تكلم لي على نوال لانه دائما كيكون كي معها. قولي عافاك اختي فاطمه الزهراء اللي سيري تشوفي نوال فين عايشه وجي لها واحد النداء انا راه كنعاونها انا وصحابي بدك اللي قدينا عليه ولكن رخصك تمشي تشوفي نوال فين عايشه جيت باش نشوف نوال فين عايشه كل صدق ما كنتش كنتهضر غير على هاد الحاله اللي لقيتها فيها حاله ماساويه مزريه نوال وجدها وعائلتها عايشين حياتهم معرضه للخطر في اي لحظه حنا دابا كنهضروا معاكم ومعرضين للخطر في اي لحظه ممكن اننا الله يحضر سلام وصافي يعني الدرس الدار تقدر تربينا في أي لحظة لأنها كتبومبا، كيفاش هاد الناس قادين أنهم يعيشوا في هاد الخراب وفي هاد الدمار وفي هاد الوسخ وفي هاد الرياب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هاد الشيء ما غادي يصبر عليه إلا الإنسان اللي ما عندوش لين وما كاينش البديل، ما يمكنش شي إنسان اللي عنده الإمكانيات غيبقى عايش في هاد الحالة هادي، سلام عليكم نوال. زلام نحية خويا مروان <applause> ومن هنا خويا مروان راه عينه القلب وخا نعاون هي يعني نهار الاول حزمت خويا وهاني خويا بيا يعني وخا هو يعني صغار مني نحزم خويا ومن ما مريم نقلق لي نغوت عليه وينا ولا انا نفوني لا دوني معايا من صح الخير ديالو نحياني هو سايب لك سنانك انا اه هو معايا من صح الخير ديالو ومهين هي بلين زوينين مع الله نحن ميهم ونتمنى لي نو ما يقمع بنيا نون ولينا لي نو ما يخلني هاني من من مغايبة وانو نقبل الحياة نولين هي وخا نول نهضرو على عليك انتي وعلى المسيرة ديالك حياتك شنو كديري وكيفاش عايشة ومع من عايشة شحال عندك من عام نول عندي عندنا خمسة وربعين عام خمسة وربعين ولكن كنشوفك طفلة بحال درية صغيرة محقول. انت هكا مسكلة تحرميات لا لا عندي واحد هاني 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 معايا نيهان نيهان ل... عيطي لي وخا نقول نوها نهي ونعمل خطيب مزارة انا هو يعني واحد الحاجة اينا اينا من من ما عليا هنا داك هادي اه ماما فراسك راسك كتشبهي ليها كتشبه آه. لك نوال عندها الديمقراطية قود قود ما كاينش الحاجة شنو سميتها ما يخدوش مي خدوش نهار كبير هذا اللي جينا عندك فيها ما يخدوش انت من ساكنه مدينه الدار البيضاء جيتي لكازا شحال كان عندك من عام جيت لكازا انا رانا دكو جيت لكازا و... اربع شهور والديا في عين الشق ملي كانت عندك اربع شهور عندي ربع شهور ما ولدتني نسالة ما في عين الشق في عين الشق عين الشق أمي تلحق أبا دكالي دكالي تزاديتي في الدار البيضاء زايدة هنا في الدار البيضاء دار البيضاء بنت, بيضا. بنت, بنت عين السوق. بنت عين الشق بنت عين الشق لا مشيتي تم وقلت لهم فلانة بنت فلانة تقول كاينة كابرة هنا قاعد كبرت درية ما دابش الخير مرت أبا وجيت كريت هنا جات عندي أختي تكرفصاتي عليك مرت باك وساكنة بعين السماء وليداتها هما اللي رابسين لي منيستي هما اللي خير لي علي انا من غضب الله ما عنديش من الله يخلف عليهم مريكي. الله يخلف عليهم اميمتي ما الله يخلف عليهم ما عندك حد يصرف عليك اميمتي ما, ما عندك حد ليهم. ما عندك حد يكون بك ما عندك خلصه ما خلى لك مول الدار والو لا راجل كان عاقل معاشه مزيكي عنده عاقر كروسه ما خلاني راه ما خلاني حتى شي حاجه والو لا اله الا الله, الله. حد الدرجه اختي ما تتقلص أولادها حنوا على خالتكم قبرتكم وقرات قراتني معاكم باش ما قلت الله كيرفعوا عليا ما تشاهدش عقلات على الخير الله يرحمها الله يرحمه ويوسع الله يرحمها اليوم على دارها ويوسع على وليداتها في فرنسا بارين بك بعدا تيعقلوا عليك مره مره ما لا من شهر لشهر يصيفطوا لي ديك 16 الله يخلف عليهم لا والله تقدني ولا ما تقدني والله يخلف عليهم والله يجعل لهم في ميزان المقبول بوات هذه عايشه معاه هو اللي عليه كل شيء والله يجعل اخرنا احسن من اولنا مولاي. حصل مع شوف مع الدوشاي ووليداته وخمسه نفوس وضيقين ولا اله الا الله حنا عايشين تنموت. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. واللي بغى شي خراب الله يقضيه لي. يا ربي امين. اللي بغى شي خراب الله يقضيه لي. الله يا ربي. الله ربي وجوالدي واللي راه يبقى لي الصباح والعشيه. بغيتهم معك. الحبيبه ديالي عمرك خدمتي؟ لا كنت خدامة أيه. لا كنت خدامة أيه. على كنت خدامة أيه. على اييه وين نخدم وما خلوا لي لا نتريت لا ولا ميت ضربتي تمارة ضربت تمارة في درب عمر إلا <applause> كنت تعرف الفران ديال الحاج الحاج محمد ديال الحلوى ما فين كنت خدامة خدمت شي خدمت شي ربعة وعشرين عام وانتي هازه الوليدات شحال و... ولدتي شحال ولدتي هاد الولاد ولدت بنتي جوج بنات اييه منهم ما تناول <متكت> لا لا من بنت اه منهم ماما ها قلت لك منهم لطيفه ما... وعندي ميرا وعندي حسان عندي ربعه د الولاد وجوج بنات الوليدات الله يرحم واحد هو بارك معايا والخو الله يرحم ماتوا بثلاثه بقى لك واحد بثلاثه الدراري ديالك هما وحده جات تاكل هنا في دار النيران مشوك جاي البر سته مشي من هنا من هنا من هنا لا والده ما بقى شي حاجه ما والده ما عندها ولاد ما والده ما والده اجا مسكينه ما عندها وليداتش وانت تطلع عليا من تسين وتمشي

لا لا حنا ما قعبنا نعطيهم عطيوهم ما عندناش هذا والله راه قاموا الحمد لله نوال مي. ما تتخدمي ما كديري والو واه حنا بعطيها عام خدمت بالديور عند كنت نموني انا حنا عند كتخدمي في الديور خدان تكرفصت سالتوها ياك حنا ديال العيالات بعض العيالات ديالك اه قول على قل لكم الخير ديالكم مزيان بعض العيالات ما كيخافوش الله حقك عوض الله. حقك عوض الله. ما خافوش من الله حقنا عوض الله. تكرفصتي انا وياك. عطوني مقات نخدم بيه يعني انا من نهاري انو ومرور بحال بناتنا امي. خدمتهم ما تقولش ساعه. مسكينه الحاجة انا ما تلقيتش عليها تنزع على نفسها وديرها. باش تجيب مسكينه طرف الخبز. انا انا يعطوني 100 ريال 100 ريال 100 ريال مرقوم المرؤوم 600 ريال النهار. اه النهار يا وهاد اللي اللي عدا 600 تعطيها الخدامه علاش تجيب الخدامه؟ اه هذه بنتنا بعطيها عمري يعني 45 عام يعني ها واحد تراهي وحده اللي وتعدمني بحياتي من احسن يعني تحن فيك قلت كل البيت لا كنتي غادا تسوسي هاد البيت نقول لكم غادي تسوسي ذاك البيت الاخر كاينين أمي الا ما قديتيش على هذا المربع كنت نقول لك كاينين 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 دوك النوع اللي ما تيخافش الله سبحانه وتعالى وتيسحب راسو دايم فيها هاكا كل خاف من خدم خدمنا ضرنا تمارا ويلي الله يسلمك خدمه شريفه الحمد لله كبروا بها بزاف ديال الرجال وبزاف ديال العيالات الخدمه ديال خادمات البيوت ومن هذا المنبر كنحييو المغربيات اللي كيخدموا على كتافهم الحمد لله كيديروا شي حاجه خايبه الحمد لله الحمد لله ما عمرني ما عمرني نواني الحرام ما عمرنا مزار يعني بنادم لو يعطيني واحد ريال وما عطاهش ليا من خاطري ما عطاهش لوالديها ما عطانيش من خاطره واخا هون كتقلبي على الحلال انا آه. من بعد الخدمه في الديوره شنو درتي هاني باش كتعيشو دابا انا الحمد لله اني نحمام الحمد لله علاش ما تتفكريش ديري شي حاجه ديالك شي خدمه شي بيع وشريا شي وانت تبارك الله راك في واحد الحي اللي هو درب العفو لا انا ولي انا ما تعرفيش ما لا عندي عندي زعما عندي شنو نقول يعني عندي مع الناس بيشرة. عندك قبول مع الناس في بعشرة ولا إن إن هي اللي من بعد واحد هي ما كتكريدي الناس يعني معهم إي يعني أنا نربح معاهم عشان الحمد لله عشان أنا ما هي أي بلاصة تاني قريتي أنا والو قريت القراية <applause> قرات سلسله القرايه ودابا بقى شنو امي الحاجه خصنا نجوجوها خصنا نجوجوها نعم لا راه خاصي علاش طرف من طرف قر جوجت بوالدي نعم نعم وعلاش ما بغات داك الشيء من الله عارض تخدم بالدراعه وتعيش باغا باغا تخرج على المغرب انت سمعت باغا تمشي تسافري يا الله فين باغا تمشي ايوا نعم بالله اي يعني بالله واش بغات تمشي ديري في الامارات هو عن جيبي لنا الشوكولاط هي على الطومويه الامارات وفينا اخر فين اخر باغا تمشي بغات تعرف رد دارت الوالد الصبور وهي تجري ما تعقد مسكينه ايوا مسكينه الله يسهل عليها امين امين الله يسهل علينا وعليكم يا ربي أم... أنا... الله يحل عليها البيبان المحل... المسدوده انا انا من واليديا من غير الامارات فين باغا تمشي عاوتاني يا زين انا هي راسي انتي باغي تمشي تسري تخدمي؟ مع الطياره عمرك ما طلعتي في الطياره؟ اليوم العيون اليوم العيون مقبوله خاي نمشي اوروبا واليوم <applause> العيون نمشي لها غير في الكار ماشي إيه مشكل نمشي لها نمشي لا في المركوب ولكن باغي نخرج على المغرب نخرج في الطياره عمرك ركبتي في الطياره؟ لا ما عمرني ومنيتك تركبي في الطياره؟ في الطياره ديال 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 دي بطال هي اللي <applause> <applause> راه في <applause> الطيارة ديال البارك الله يسهل عليك <applause> ناول. أمين، أمين. ناول انت يا نوال نوال عايشه واحد العيشه صراحه غنبينوها للمشاهدين غنوريوهم البيت فين ساكنه نوال كي كيضر في القلب وكيضر في الخاطر عيب وعار ان البنت اللي ضحكت بزاف ديال المغاربه وبكاتهم انها تكون عايشه في هذا الدار مع هذه الميمه هذه الله يسهل عليك الحبيبه الله يسهل عليكم يا ويلي تبقى تبانت لك عالمات ترى حنا باركين دابا كتبومبي ما تخافي تبعد انايا كون كنت خايفه كون راني نبرك معاك <applause> وانا كون كنت خايفه غنجي نجلس معاك تعالي مرحبا بك وانا جالسه دابا مناش خايفه انت <applause> مربوطه على هذا الله يطول لي عمرك اميمتي الله يبعد المخاير ديالك أنا كنخاف الا من الله سبحانه وتعالى قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا غير هو الانسان لا تلقوا <applause> بانفسكم <applause> الا <applause> التهلكه لا اله الا الله الانسان ما خصناش نلقاو بنفوسنا الا التهلكه محمد رسول الله داك الشيء اللي كاين الحبيبه حتى آه. انت كتستحقي انك تعيشي هذا الشيء اللي بقى في العمر امين أيه. تكوني مرتاحه أيه. ما كرهناش تكوني مرتاحه الحبيبه دياني. آه. ديالك تستاهلي وتستحقي تشرقي لينا بديت و ديم الله والله الا الله داك الشيء اللي كاين طول عمرك ان شاء الله نخلي لك ما عاود عليك حالي خاطين رجيلات اه سكينه داويت جريت ولا الا الله الحمد لله، الحمد لله الحمد لله لقيتي اللي لقيتي بعدا اللي يهز بك ويكون بك الحمد لله ولدي الحمد لله وام والحمد لله اللي لقيتي بنادم يمدلك لك الماء غير يجرك هكا للطواليت غير هادي بدل لك راه هذا هو الربح هذا أه نبدل راسي راه حاشا نخرج ولا ياك تبدلي راسك ايوا شتي بعدا كاين اه بحال خلاها مسكينه الله يعطيها صحيحتها هادي الله يرضي عليها تصب ليا وتلحق علي الحمام تحك ليا انا يعني بغيت الله يربع يا ربي امين الغرض اللي بغيته الله يقضي له وسعداتك شكون بحالك الحمد لله عرفتي هذه الدعوات خديتي الحمد لله وانا هي انا بغينا نعاوي مع الدبانة ولا عايشه مكرفصه من هنا من من والله يقولون اه عليا غير مقاولة عليا لا 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 ما نقولوهاش في لا لا حيت حيت هما عيروني بيها نحاول جميعها الماء إن انا نحنا عقويا ما قهناش يعني ما يضوني امي يعني هاكيا فما كاش كنطري لك لي انا اه ان ين... ين... هو هنيه ومن ايديا حنيه والحمد لله الحمد لله الحمد لله نحيا واحد نو معايا هو نحيا نيا و... السنينات ولاو زوينين ديري ها انت شوف السنينات تا خويا تا بانات بقى... نيا نو حنان نبوني نحيا ليها نات نيا جا الفم علم زوينات نات نيا عاوني راهي ايوا خصك تعاودي ترجعي ديري لا مانتونس تقابلي سنيناتك ما آه. تفرطيش فيهم تشربوا كاع في مناضه وحلوه لا ميمتي خصنا نمشي والله يخلف عليك لا والله مني قلتيها لينا بحل لا شربناها وبحال لا كلينا يا ربي امين الحبيبه اللي الله يقضيه ليك. يا ربي يا ربي يا ربي امين الحبيبه انا طلبت الحق سبحانه عليا لا اله الا محمد رسول الله مشاهدي قناه شوف تيفي هذه هي نوال وها نوال فين عايشه وها نوال كيفاش عايشه كنطلبوكم طلبوكم وكان ترجوكم نداء المغاربة لا داخل أرض الوطن ولا خارج أرض الوطن أنهم يوقفوا مع أختنا ومع بنتنا نوال أننا على الأقل نحققوا لها غير شي حلم الأحلام ديالها شنو كانت أحلامك كان نوال في حياتك أحلامي هي قبل الحياة واني يوهان من الحياة والله, ومنين والله أنا أحلام والله نحن قبال قبل الحياه

لا ما لحقت عدويزه عدويزه ربنا والله <applause> <يلا> الخضره لا صحيه نوا <applause> شحال مرتك ديال التليفون كتبوها قبل ما نوجهوا النداء ديالك صفر سته <applause> سته خمسه وعشرين <applause> <مانين>. سعود وثمانين <تصفيق> <تصفيق> <نانين>. سته وثلاثين ثلاثين <applause> <تلاتين. تصفيق> سته 280 80, 80 30 30 اذا هذا هو الرقم الهاتف ديال نوال اللي بغيت تواصل معها ويقدم لها يد المساعده تستحق فعلا هذه الاسره اننا نعاونهم لانهم ساكنين عايشين واحد الوضعيه صعبه جدا شنو النداء ديالك تبغي تقولي خوتك المغاربه انا المغار بهم يعني انا كنقول للمغاربه من مغرب الى خارج المغرب, المغرب ونحييهم والتحية لهم انا من القلب القلب وانا ناوان انا ناوان يعني يعني بنان خلاني, جعلني خلاني بالزام 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 يعني خلاني محنت من بنان ونخاف يبغي تعرضي للتنمر انا نعم لا نعم لك الزنقه ما يعني نوال يعني يعني بقى ماليها بقى كدوزي <مشرك> في الزنقه وكيبقاو يسبو في الهنا وني وي ما عرف لقينا جات عندي المحل داكشي كنت كان كان عجباتني دخلتها قلت لها نوال خدي اللي عجبك خداته المهم عجب عجب خداته واحد البياسه ومشات صافي انا انا حتى داك الفيديو الناس تفاعلوا مع نوال عجباتهم نوال وعجبهم وعجباتهم التلقائيه ديال نوال العفويه ديال نوال وانا كذلك عجباتني كذلك انا ما كذب انا قلت ماشي مشكل جات حد وحده ما تنعرفها ما كنعرفهاش زعما بزاف بقات اه بقات فيا المهم لقيت في نوال واحد لقيت فيها شي حوايج انا محتاجهم شنو هما هو انني نفرح شي انسان محتاج انه محتاج بزاف انا نوال انا نوال جات صدفه وكانت احسن صدفه وقعت لي في حياتي هي نوال دابا بغيتي تقول للمغاربه ان زوين بزاف اننا نشوفوا الفرحه في عيني شي واحد ونكونوا إحنا هما سبب الفرحه هذاك الشيء اللي كاين واخا الناس واخا واخا شحال من واحد تيقول لك انا انك تستغلها وانك على قبل باش تطلع وداك الشيء ماشي مشكل اللي بغى يقول شي حاجه يقولها انا حندي مع الله سبحانه وتعالى عارف اش كندير وعارف شنو هي عارفه انا وانا عارفه اللي بغى يقول شي حاجه يقولها المهم الناس اللي متابعيني في تيك توك مش حالة راه عارفين القصه من الاول حتى الاخر انا واحد انسانه نوال دريه صغيره في جسد طفله في جسد امراه عندها 45 طفله ولكن هي عندهم عندها شي 12 عام لا عندي الله باقا ما صورش لاكار <applause> تحيه للناس تحيه للناس الناس. الناس الناس انا من بعد الله سبحانه وتعالى وانا كاينين الناس اللي تعاطفوا معاها ابار ماديا معنويا الناس كيبغيوها <applause> حيت المعنوي تاهو جد مهم مهم حيت 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 انا تخيلي معايا اختي فاطمه الزهراء كنت كندير شي حوايج مع نوال تخيلي معايا كنحط فيديو مثلا كيشوفوا الملايين تخيل معي انت ناس والناس كدعي معاك كنفك كنحل التليفون كنلقى الميساجات ناعس كيفاش غتحس باش تحس وهذه واحد الرساله غنوجهها مورا ما نسمح لي رساله غنوجهها للناس اللي عكس هاد الناس الناس المتنمرين والله العلي العظيم يحزوا في انفسنا ان كاين بعض البشر خاصهم يمشيو يعالجوا ريوسهم راه الا ما لقينا ما نعطيو لشي انسان نعطيوها التيقار دابا نعطيو غير الثقار واش دابا هادي دابا هادي فيها اش فيها اللي فيها يكفيها ماشي غير نوال بزاف ديال الاشخاص شي لما ما لقينا ما نعطيو لواحد نعطيو غير الثقار نجيك صراحه حنا مثلا باش نكونوا واقعيين 95% كيبغيو نواه لا لا 95% ديال المغاربه سارة. مزيانين أو في اه واحد الفئه مريضه الله آه. لا الله الله يزيدهم مرض انا باش هادشي انا حيت ربي الا بغى يعفو عليهم بغى يعفو عليهم ولكن هما ما باغيش يعفو عليهم الله يزيدهم مرض اما خم... خليهم هذاك الشيء راه كل واحد سيماهم على وجوههم تماما 95% ديال المغاربه من طيبين خارج الوطن وداخل الوطن كيموتوا على السيده لا طيبين ماشي غير على نوال كيتفاعلوا مع جميع الحالات الانسانيه ثانيا المغاربه المغاربه كلهم مغاربه صراحه حنان صراحه ونوال كيبغيوها وهذا الشيء اللي هذاك وهذاك الشيء وهذاك الشيء الحب ديال الناس المغاربه بحال قلتي انا كنجسدو في نوال حيت نوال نوال اختي ولقيت فيها واحد إنسانة اللي هي تساهل انها تعيش بكرامه انا اقسم بالله و وما نوصلش عند ولادي وكان عندي الجهد حتى نشري لها بارتمان اقسم بالله ولادي ما نشوفهمش وكان عندي الجد أنا نشري بارتما، والله ما والله تا وهذه نداء نداء غادي ندير واحد النداء اننا و... كلنا نتعاونوا وناخذوا النوال فين تعيش ان شاء الله شوف راه كاين كاين الخير في الدنيا وكاين الناس اللي غايشوفوا راه شافوا الناس وتعاطفوا ولكن الناس دابا باقي ماشي باقي المحسنين ان شاء الله غادي غادي يبانوا وغادي يتعاونوا معنا وال وغاتولي نوال ان شاء الله أه نوال ما كتطالبش ما أه هو حق وهي كتصاربوا كتعتصاب حلم راه شوف راه نقدروا نديروا غير مية شخص مية شخص مية شخص اللي 2500 درهم راه غتعطينا 25 مليون نقدروا آه نقدروا آه غير 100 آه شخص لا درنا ونديروا حنا 200 كاع شخص آه آه بلا ما نديروا حنا ديك آه 2500 درهم غتجي شويه صعيبه 200 واحد الى عطينا كل واحد عط فينا عطى 1250 درهم غنقدروا اننا نوفروا سكن لنوال وسكن لواحد اخر وسكن لواحد اخر راه ساهله وبسيطه راه حنا كتجينا شويه صعيبه راه الناس عندهم الفلوس ويقدروا يديروا هذا الشيء ولا نوال عندها الناس عندها تبارك الله محبوبه الجماهير عندها قاعده كبيره الناس كتبغي نوال في الزنقه عرفتي انا كنكون خدام في المحل تيجوا عندي فينا يا نوال فينا يا نوال فينا يا نوال تقول لهم نوال راه نوال ما نوال راه فينا يا نوال كنكون في الدار كندير مرات مرات اللايف تيقول لي فينا وانا نوال, نوال محبوبه الجماهير ونوال وجه بشوش وجاء الخير غير خاص خاص المغاربه ان شاء الله خاص نوال ما يمكنش الشهره وهاد الشيء اللي عليه ما تتبقى تبقى انت دابا انتما دابا كتبغيو نوال ياك كتموتوا على نوال انا كنبغي نوال كتموت على انت عايشه مزيان ونوال غاتريب على الدار اذا خصنا هذا الحب نجسدوه في فوالا الله يرضي عليك انت كتموتي على نوال وانت كتموت على نوال عزيز عليكم نوال نوال غدا نوال كتصب الشتا ما كتنعش باش تعرفوا هذه القضيه الا صبات الشتا بحال عندها شي حاجه بحال صبات بحال صبات باش تنعش شو دابا الارض اللي باركين فيها اول مره غندخل انا في بارك كنت صورتها في الليل اول مره تخيلوا معايا الارض هاد اللي باركين فيها دايره يعني موجه موجه بحال 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 عدد بحال 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 باركين فوق كلشة. العجينه باركين فوق العجينه بحال باركين فوق ديك الرمله تقدر غدا ولا بعد غدا ولا دابا ولا في اي وقت المهم تحيه الناس الزوينين وتحيه الناس اللي كيحبونا وكيحبونا وال وتابعونا وساندونا وحنا نوال اختنا الا تخلى عليها الناس انا عمري ان شاء الله ما تخلى عليها لا, لا بلقليل ولا بكثير وتحيه الاخت فاطمه الزهراء اللي 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 هضرت معاها البارح جات اليوم ما كاينش ديك كا بلاتي تا الغدا ولا تا العادي قالت لي غنجي جات 24 ساعه ما كملات جات عيطاتني مش... وانا اه كاين تا مشكل العكس حنايا هذا هو دو دورنا هذا هو دورنا حنايا قناه الشعب اننا تنوصلوا ومره اخرى غنبغيو نقولوا ان الحب خصو يتجسد على الارض الواقع ماشي صعيب اننا نعاونوا بعضياتنا سهل جدا خاص غير شويه العزيمه ما بغيناش نسمعوا شي نهار الله يحضر السلامه وفاه سبعه ولا ثمانيه ديال الاشخاص اثر سقوط منزل كان قايل السقوط بغينا هاد الناس انهم يتنقدوا ماشي غير هما بزاف الاشخاص شكرا لاي محسن كيقدر انه يدخل الفرحه على وجوه الناس المعوزين الى لقاء في مباشر اخر باذن الله